ما هو حكم من بلع البلغم أو الريق أثناء الصيام؟ البلغم كما عرف في القاموس هو خلط من أخلاط البدن، وهو معروف، وفي بلع البلغم أو النخامة إذا وصلت إلى الفم خلاف معروف للعلماء. وقد رجح الشيخ العثيمين رحمه الله عدم الفطر بتعمد ابتلاعها، فقال: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، فإن وصلت إلى الفم وتم ابتلاعها ففيها قولان لأهل العلم، منها من قال أنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فالريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد. إذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها، فالأصل هو عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر، والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد صومه.